هذا وقد اختتم وفد الشعب البرلماني أعمال مشاركته بالاجتماع 11 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والمنعقد بمدينة جدة، حيث ناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وقد اعتمدت لجنة التنسيق البرلماني خلال الاجتماع النظام الداخلي للجنة تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، واعتمدت أيضا التصور المقترح لآليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، إلى جانب التوصية باستمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي والموافقة على التنسيق لعقد اجتماع بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة أمريكا اللاتينية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. كما وقد رفعت اللجنة المقترحات المقدمة من المجالس التشريعية والبرلمانات بدول الأعضاء لعرضها في الاجتماع الدوري 12 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة المقرر عقده يوم غد الخميس.